طيب حضرتك ذكرت بقى دلوقتي الاختبارات الإلكترونية، إيه الفرق بين الاختبارات الإلكترونية والاختبارات التقليدية؟ وهل وجود أو رقمنة كل شيء حتى لو في الجامعات، إحنا متعودين على التفاعل المباشر ما بين الطالب والأستاذ أو المعلم أو الدكتور اللي بيدرس له في الجامعة، هل ده يؤثر كمان على التفاعل المباشر؟ فكرة إن كان الكتب الإلكترونية والاختبارات الإلكترونية دي، هل دي بتقوي العلاقة ما بين الطالب والمعلم ولا لا؟ اكيد طبعا حضرتك، هي معنى وجود الكتاب الالكتروني لا يعني ان في تفاعل ما بين الدكتور وما بين الطالب نفسه، لا، ده بتزيد من التفاعل. فعلى سبيل المثال في الكتاب الالكتروني ممكن نقول الفرق ما بينه وما بين الكتاب الورقي ان انا ممكن احط جوه الكتاب فيديوهات او حاجات توضيحيه ما اقدرش احطها داخل الكتاب الورقي، فده بيزيد من عمليه التفاعل واللي انا اقدر اوصل للطالب المعلومه بشكل افضل وبشكل ابسط كمان. النقطة الثانية، يعني مثلا على سبيل المثال في جامعة الجلالة احنا بس مش ما اشتغلناش على فكرة الالكترونيك بوك او الكتاب الالكتروني، لا، احنا تخطينا المرحلة ديت ان بقى في حاجة اسمها الكتاب الالكتروني الذكي، ان انا ممكن اخصص للطالب فقرة او جزء معين ببدأ اقول له انه يقرأ الفقرة دي او الجزء ده، وبعد كده بعمل له عليه زي اختبار، اذا عدى الاختبار ده او السؤال ده يبقى خلاص ممكن يدخل على المرحله اللي بعديها. طب ان ما عداش المرحله دي، لا، ليرجع تاني ويبدا يذاكر المرحله ديت او يقراها تاني، فاصبح ان ده في تفاعل اكتر ما بين الكتاب الالكتروني وما بين الطالب. ما اقدرش اعمل ديت في الكتاب الورقي، هو الطالب بمجرد انه خلص القراءه ما اعرفش هل هو وصل للمخرجات اللي انا عاوز انه يستفاد بيها من النقطه ديت ولا لا.